ورجعنا لكم مع فيديو الرد على أسئلة المتابعين حول الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للممرضين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قطر، بحييكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء. فإذا عجبك العنوان خليك معي للآخر، لا تنسى الهاند واشنج، البس الجلوفز، هات الماسك وتفضل معي. في هذا الفيديو بنعرض عدد من الأسئلة التي وردتني سواء على الخاص، على الإيميل، على رسائل الصفحة على فيسبوك أو تيك توك أو إنستغرام، أو تعليقات مباشرة على فيديوهات القناة على يوتيوب. ماذا يفحصون في الفحص الطبي للسفارة؟ بنفع عنوان فيلم على فكرة. ماذا يفحصون في الفحص الطبي للسفارة؟ لما تروح على مقابلة السفارة الأمريكية بهمهم يعرفوا أنه أنت مش خطر على أمريكا من الناحيتين الصحية والجنائية، يعني أنت مش عضو في تنظيم إرهابي، مش راح تعمل مصيبة هناك. في نفس الوقت ما يكونش معك مرض معدي أو وباء هم أصلا انتهوا منه قبل 70-80 سنة، فهم بيفحصوا فيك شو أخذت مطاعيم في حياتك، بس هي كل القصة. شو الأمراض المعدية أو الأوبئة اللي لو دخلت البلد راح تنتشر بشكل كبير، أو الأوبئة اللي هم خلصوا منها قبل 60-70-80 سنة وحضرتك يمكن تجيبها معك، هاي اللي بتنفحص. فبتجيب معك نسخة من كرت التطعيم تبعك وانت صغير شو أخذت مطاعيم، وبشوفوا شو المطاعيم اللي بتكون لازم تأخذها بأمريكا وانت ما أخذتها ببلدك لازم تأخذها قبل السفر. فبيعملوا لك فحص الهيباتايتس، بيعملوا لك فحص التي بي، بيعملوا لك تشيست اكس راي عشان يشوفوا عندك تي بي ولا لا، بفحصوا مثلا الانتي بوديز تبع كل المطاعيم سواء الحصبة، الجدري الى اخره، والشيء اللي ما تكون اخذت مطعومه بتاخذ مطعومه قبل السفر. هل يمكن حضور المقابلة الشخصية بدون فحص طبي؟ لو تاخر يوم او يومين عادي؟ طبعا عادي، انا صارت معي. انا رحت على الفحص الطبي قبل مقابلة السفارة باسبوع وكان لازمني 9 او 10 ايام عشان يجهز. رحت على مقابلة السفارة قالوا لي ورقك كامل بس دكتورك ما بعث لنا الفحص الطبي، لأنه الفحص بنبعث على الإيميل. فقلت لهم هذا الحكي بأخرني أو بيخليني أنرفض؟ قالوا له لا، هذا ما إله دخل، هيك هيك إحنا كمان أسبوع راح نعطيك الجواز وعليه الفيزا، فمن هون لأسبوع بكون بعث الفحص، مش قصة. لكن بتفرق معك إذا تأخر أكثر من أسبوع طبعا. فحاول بأي طريقة أنك تعمل الفحص الطبي قبل المقابلة بفترة كافية، مش أقل من أسبوعين، لانه لو طلع معك شيء لسه بدك تتعالج منه قبل المقابله وفي اسبوعين ما بتلحق تسوي شيء. عن ماذا يسالون في المقابله الثانيه اللي هي اللي في المطار، وهل هي صعبه؟ لا طبعا، النسخه الثانيه او المقابله الثانيه اللي في المطار اول ما توصل امريكا نسخه طبق الاصل من المقابله اللي في السفاره الامريكيه، وبرضه عباره عن مقابله شكليه. كيف يمكن ايجاد سكن في امريكا قبل السفر؟ عندك أكثر من طريقة. ممكن إذا إلك أصدقاء هاجروا قبلك، إذا إلك قرايب هناك توصيهم يدوروا لك على بيت، ممكن إذا بدك شركة الهجرة نفسها اللي أنت متفق معها يدوروا لك على بيت ويورجوك إياه فيديو كول أو بأي طريقة أنت بتشوفها مناسبة، وممكن أنت بكل بساطة تدخل على موقع زي Airbnb أو موقع زي زيلو مثلا وتدور على البيت اللي بيعجبك، وبإمكانك تتواصل مع صاحب البيت وتدفع له شهر أو شهرين سلف وأنت قاعد في بيتك لسه ما طلعت من بلدك، فالموضوع مش صعب. سؤال جميل جدا، احكي لنا عن العمل في الولايات المتحدة من حيث عدد الساعات، متى نستلم الراتب، هل هناك اوفر تايم، هل ممكن اعمل في دوام ثاني؟ الشغل في الولايات المتحدة الامريكية كل الناس بتداوم 40 ساعة بالاسبوع، 8 ساعات باليوم، 5 ايام بالاسبوع، وبكون في ساعات استراحة فبصير الدوام 9 ساعات. معظم الولايات المتحدة الامريكية بيشتغلوا من 8 الصبح لل 5 العصر، الا التمريض ما بيشتغلوا 40، بيشتغلوا 36 ساعة. فالممرض في أمريكا عادة بيشتغل 3 شفتات بالأسبوع 12 ساعة، إما من 7 الصبح ل 7 بالليل أو بالعكس. متى تستلم الراتب؟ طبعا كل إنسان مش بس التمريض، الممرض وغير الممرض في أمريكا بنحسب له الراتب بالساعة أو بالسنة، فما حدا بقول لك راتبك بالشهر كذا أو آخر الشهر رح ينزل لك الراتب. بعض المستشفيات بتعطيك الراتب كل أسبوع وبعضها بتعطيك الراتب كل أسبوعين، فأنت لا تقلق، مش رح تلحق إنك تحتاج فلوس. هل هناك اوفر تايم؟ احيانا واحيانا لا، لكن غالبا ولو ما كان اوفر تايم بالقسم اللي انت فيه راح يكون في اقسام ثانيه فيها شورتج، ففي شيء اسمه بول اوت اللي هو زي هلب، باخذوك شيفت او شيفتين تسلكهم لانه في عندهم نقص. هل ممكن ان اعمل في دوام ثاني؟ هاي النقطه بالذات بتفرق حسب اتفاقك مع شركه التوظيف اللي جوا امريكا اللي انت راح تشتغل معها. في شركات بتسمح لك تشتغل شغل ثاني، في شركات بتسمح لك بشرط تكونوا الشغل الثاني بعيد عنهم، مثلا
50 او 60 ميل، يعني بتحكي ب 80 90 كيلو، في شركات تسمح لك تشتغل ان شاء الله بدك مستشفيين جنب بعض وتشتغل فيهم عادي، بس ما تكون تشتغل في نفس المستشفى مثلا يوم السبت معي ويوم الاحد جاي عن طريق شركة توظيف ثانية. فهاي بتفرق حسب الشركة اللي انت بدك تشتغل معها. اسألهم كيف اعرف ان شركة التوظيف التي اهاجر عن طريقها نصابين او لا؟ في اكثر من طريقة طبعا. اولا بدك تكون انت فاهم كيف الشغل بصير، نظام الشغل، عدد الساعات، قانون العمل، قانون الإجازات، قانون التأمين الصحي، قانون التقاعد، كل الأشياء هاي بدك تكون ملم فيها. فلو ضحكوا عليك بإشي بتنتبه. رقم اثنين بدك تسأل، نرجع نقول بدك تسأل أصدقائك اللي سبقوك بالهجرة وهم بدلوك على أحسن الشركات. رقم ثلاث ممكن أنت برضو تنتبه لبعض النقاط، يعني مثلا شركة قالت لك بدي أعطيك عقد أو بدي إياك تطلع عن طريقي، قل لهم قديش البنالتي فيز. لو هم ما عرفوا يقولوا لك بعض التفاصيل زي مثلا الشرط الجزائي، معناته الجماعة ناويين ينصبوا عليك. في شركات بتنصب، يعني مش ملائكة الجماعة. هل اسم الجامعة بيفرق بالهجرة؟ الجواب غالبا لا. احنا بهمنا لما بدك تهاجر تكون من جامعة معترف فيها، وكل الدنيا عارفة شو الجامعات المعترف فيها شو الجامعات المش معترف فيها. لكن لو جامعتين معترف فيهم، هل راح يقول لك لانك خريج الجامعه الاردنيه بدي عينك، لانك خريج الهاشميه ما بدي عينك؟ لا، ما هم الثنتين معتمدات. ما في عندهم النظره تبعت انه الجامعه الفلانيه احسن جامعه بالبلد او احسن جامعه بالوطن العربي. ما دام معك بكالوريوس ان شاء الله من جامعه الهونولولو بتتعين. هل يمكن ان يهاجر حمله الدبلوم الممرض المشارك؟ طبعا قلنا قبل هيك حمله الدبلوم اللي هو الممرض المشارك اللي دارس سنتين في كليه مجتمع او في معهد تمريض ممكن انه يهاجر، لكن الامتحان تبعه اسمه انكليكس بي ان، اسئلته مختلفه، بتكون اسهل، بكلف اقل، ولما يروح هناك على امريكا راح يكون راتبه اقل. انت ممكن تاخذ 40 50 60 دولار على الساعه، هو ممكن ياخذ 22 24 28 دولار، شيء زي هيك. هل يستطيع الممرض ان يشتري بيت او سياره بمجرد الوصول الى امريكا؟ انت كممرض مجرد ما دخلت امريكا مسموح لك تعمل اي شيء الا شغله واحده، انك تترشح لرئاسة امريكا. مسموح لك تشتري بيت، تستأجر بيت، تشتري سيارة، تقسط سيارة، تجيب اي شيء بالاقساط، تزرع، تقلع، تاجر، تفتح محل، اعمل، تاخذ قرض، اعمل اللي بدك اياه. لكن بدك تستنى 5 سنين لما تاخذ الجنسية وبعديها تقدر تنتخب رئيس امريكا، وبدك تستنى لما يصير انت نفسك صار لك في البلد 10 او 15 سنة او يصير ابنك زلمة بالغ ويرشح حاله لرئاسة أمريكا. هاي الإشي الوحيد اللي بتفرق معك. في النهاية شكر كبير جدا 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 للزملاء اللي بعتوا لي هاي الأسئلة، وبرضو بنرجع بنكرر اللي عنده أي سؤال يكتب تحت بالتعليقات، ورح نعمل جزء رابع وخامس وسادس وسابع، ما عندي مشكلة. المهم إنه نفيد الناس، وأي واحد عنده أي سؤال عن الهجرة، عن أمريكا، عن بريطانيا، عن قطر، عن دول الخليج، اكتب لي تحت بالتعليقات. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، ولو عجبتك القناة اشترك بالقناة، ولا تنسى تفعل زر الجرس. تدخل على كلمة اشتراك بتشوف مكتوب بعض ولا كل، خليها على الكل عشان كل من نزل فيديو يجيك اشعار انه محمد ناصر نزل فيديو. بننزل فيديوهين باليوم، وبعض الناس ما بيشوفوا الا كل اسبوع فيديو، مع انه عندنا اكثر من 1000 مشترك بالقناة، وكل فيديو يدوب يجيب 70-80 مشاهدة. بالوضع الطبيعي 90% من اللي بيشوفوا الفيديو مش مشتركين، يعني المفروض الفيديو يجيب 8000 10000 مشاهدة. فهمتكم معنا عشان القناة تكبر وتتوسع وتنتشر، وناس أكثر تستفيد، وناس أكثر تأخذ المعلومة الصح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.